أطلب منك أن تفعل شيء نفسه. بالنسبة لي فأنا والصبي غرباء، آمل أن الأمر قد أصبح واضحا لك. ولن أتقابل مرة أخرى. التوقيع ريكاردا ديلالامو. إذا كن على علم بالأمر يا مسكين، لم تمنحنا مالا. النقود، هل أنا السبب لتطلب منها نقودا؟ لا، ليس الأمر كذلك. لا يهمني ذلك إطلاقا، لم أعد أهتم لما يحدث في هذا العالم بتاتا. عفوا، أنا قبلك لو سمحت. أين تريد أن أصحبك سيدي؟ انطلقي بسرعة، سأدلك على الطريق. هيا. أوكي. ركيلا، كنت أتمنى لو أن الأمور والظروف مختلفة، إنما ليس بيدي، فلتفهمي ذلك. حبي، أنت متوتر وهذه أعراض ما قبل الزواج، الكل يمر بها، حتى أنا مررت بها وهذا أمر طبيعي محبوبي. أخذت من الوقت ما يكفي، مضى وقت طويل وأنا أفكر وعرفت وجهتي إلى أين يجب أن تكون. أرجوك استوعبي ركيلا، لا يمكنني أن أتزوج منك لأن قلبي مع امرأة أخرى، وبخاصة إن من أحببتها شقيقتي. لم نقرر بإرادتنا هذا الموضوع. تدعي الوداعة؟ تدعي الوداعة والإخلاص أيها المخادع؟ قل لي متى أحببتها. لا أملك حق امتلاك مكاني أختي. رجاء كوني مطمئنة، تعرفين ما سأفعل؟ قولي. عندما تتزوجين سوف أصنع لك نقاب عرسك. عندما أتزوج؟ أجل، أنا واثقة بأنك سترتبطين بشخص رائع، وعندها ستكونين أجمل عروس في الكون. طبعا، ولذلك أريدك أن تحضر إلى مكتبي وعلى الفور. أجل، شيء مؤكد. فهمت. ما سنتكلم به يهمك كثيرا. شكرا للطفك. نعم، اتفقنا. معذرة دكتور فيلا سنيور، لقد ذهلت تماما، ما اعتقدته أنك... أنا لا أدفع لك لكي تفكر بل لتطيعني. نفذ ما أطلبه منك ولا تسأل عن السبب أبدا. بإمكانك أن تنصرف الآن وشكرا لك. طلبت مني قبل أيام القيام بتسوية حساب شركة ديلالامو، والآن... يقول المثل الخير من يقول ويبدل. لو أردت تدمير هذه العائلة لقمت بذلك، ولكنني لا أريد. ابنتي في ورطة ويجب أن أقوم بمساندتها، ومن المؤكد بأنك تعرف ما أعنيه بكلامي. سأذهب الليلة لمنزل والديك لكي ألغي الخطوبة. خوسيه مانويل، رجاء أنت معي لن تشعري بالسعادة لتبحثي عن شخص فعلا يحبك. لكني أحبك خوسيه. أنا لا. فلتسامحيني جميلتي، فلتسامحيني، إنما خداعك أمر لا يعقل. لا يمكنني خداع أنخلز، لا يمكنني خداع نفسي بالمثل. أنا متأسف، فلتسامحيني أرجوك. دعني. من فضلك. دعني رجاء. لأن أقابل مباشرة تلك البائسة أنخلز. راكيلا اتصلت بي، ربما قادمة بالطريق إلى هنا. ولكن قولي لي، هل سيعجبها ما صنعته؟ إنه أجمل نقاب طرز بالعالم كله. أخبريني، تشعرين بتحسن؟ ماذا تعني؟ خوسيه مانويل وأنا نقلناك للمستشفى البارحة. كنت مع محبوب الشوكولاتة عندما... معذرة، عندما نقلني خوسيه مانويل اليوم على المستشفى؟ أجل، أخبريني متى أرسل لي باقة الزهور. زهور؟ لا أعلم عن هذا.
بالأمس قام بإرسال باقة مدهشة وصادف أنه يوم ميلادي، كما لو كان يعرف بأني أحب الزهور. تعلمين بأني أحب الزهور أيضا، البارحة بلغت 20. مستحيل مثلي وأنا أيضا. حقا هذا شيء رائع. بالواقع أنا متأسفة، الدكتور أخبرني عن مرضك. أرجوك كوني مطمئنة، أنا واثقة بأني سوف أعيش. كل الذي يهمني هو أن أشكر بنفسي خوسيه مانويل على باقة الزهور. ستقومين بذلك، أنا سأساعدك. أنت على صواب، أنا أغادر كل نهار بنفس الوقت، أوصل إلى المدرسة أخوي وأبدأ العمل. أرى بأنك تبعين كل شيء داخل السيارة. ما من خيار أمامي. والدماغ وجد في الرأس ليعمل وليس باعتباره بدون جدوى. أنت على حق، الخمول سيء. هذا الذي أقوله دوما، ما تراه هنا معي هو برسم البيع، يمكنك ابتياعه ما يعجبك إن أحببت. لا بأس، سأبتاع كل ما لديك. ما الذي تقوله؟ سأبتاع كل شيء. الموجودات كلها رائعة ومرحة. تريد أن تأخذ كل الذي يوجد لديك. يومك جميلة أيها الصبية. الظاهر أن اليوم يوم سعد واضح. أبتاع هذا. لن أتمكن من العزف ولو بقيت أتمرن طوال حياتي. بينما أرنستو مبدع، فإذا هذا ما سوف أستغله. سنبقى نتبادل الأدوار حتى أفوز بالشهرة والمجد. المجد. آني، ما الذي جاء بك؟ يفترض أن تكوني في درس الرقص. أجل، إنما فضلت أن أكلمك بموضوع بالأول. ما الأمر الملح إذن؟ أولا تدري رافائيل؟ ألا تعلم ماذا أريد؟ سأخذ بطاقات اليانصيب. تريد أن تأخذ الموجودات كلها حقا؟ عندما قلت كل شيء فأنا عنيت ما أقول لأنها عملية سطو. أتيت بأقصى سرعة. أنا رجل عملي كما تعرف. إليك الشيك الذي سينقذك من الإفلاس. تفضل، إنه لك. أجل، لا تعلم قيمة ما فعلت لي. أنا بالخدمة دائما، ولكن قبل أن تقوم بصرفه ينبغي أن نتفق مع بعضنا البعض على بعض الأمور لمصلحتنا معا. أكيد بالطبع. لا تقل ذلك أرجوك، لا تقل أرجوك، بالطبع. إن قمت بإجبار ابنك على الزواج من ابنتي في الغد تحديدا فسيكون المبلغ لك. هذا هو شرطي. سأريك الآن كيف يكون. يسعدني كثيرا قدومك هنا أنستي. هل النقاب جاهز من فضلك؟ إنه جاهز ومدهش. راكيلا أريها إياه. ليس الآن أرجوك. راكيلا من فضلك. فيما بعد أنخلز، بيننا أمر علينا الآن أن نوضحه. ولكن ألن ترى أنستي نقابة؟ لا، ليس ضروريا، سيبدو مناسبا لأن جسمي جميل. على فكرة عليك أن تتوقفي عن التظاهر بالمرض. معذرة، ما حدث أني أصبت بنوبة. هذا كل ما في الأمر الاعتقادي بأنك ستموتين قبل أن تكملي تفصيل النقاب لي. بسرعة أنخلز. أنخلز. آني، متأسف إنما لا أستطيع التفكير بك سوى كفتاة صغيرة. أنيسيتا. أرجوك خطبني باسمي العادي. متأسف، ولكن انتهت حفلة أختك بالأمس ولم أرك هناك. هل أخبرتني كنت برفقة من حتى ذلك الوقت المتأخر؟ أمضيت بعض الوقت مع رفاقي، بديهيا أن نبقى معا لوقت متأخر، وهذا لا يمكن أن يزعج أحدا، فهم رفاقي. أجل رفاقك المميزون والأغنياء الذين يأخذون بيدك نحو الدرب المستقيم. الواقع معهم لا أفكر بشيء، أنسى. وماذا لديك لتنسيه؟ الحب المر، حب من المستحيل، حب يرفض أن يدرك أني المرأة الوحيدة بحياته.
من الذي قال بأن هناك شيئا يسمى الحب المستحيل؟ ها؟ يجب أن تكافحي من أجل ما تريدين، حتى لو بدأ بأنه حب مستحيل. وأهم شيء هو ألا تسمحي لأحد أن يقنعك بالعكس. ها؟ كافحي. هيا بسرعة قبل أن أقتلك. بالتأكيد، من فضلك لا تقلق. ماذا أصابك؟ ستؤذيني بهذه السكينة، أرجوك انتبه. لا يمكن أن أسمح لأمثالك بسرقتي ولا الاستواك، واضح ما أقول؟ أنا لا أنتمي لهذه العائلة، ثم أن الرسالة لم تذكر مطلقا أي معلومة لأعرف من هما أبواي. أندريا، المشكلة منك، إنك محتال وفاشل. لا نتي، أنا من المؤسف في هذه المرة. هذه المرة ماذا؟ سنفقده. كيف تقتحمين الدار هكذا ماما؟ أرماندو أرجوك اسمعني، ألغيت زفافي؟ لا. أجل، وبدوري قمت بإخبار راكيلا أني لا أحبها.